السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله الجميع يكون بخير إن شاء الله. طبعا يعني كل ما أحاول أهرب من الموضوع الأخير اللي بنتكلم فيه علشان ندخل في موضوعنا اللي وعدتكم بيه، لكن يعني طبعا تعرفين أنا ما بقصدش إن أنا أخلف الوعد خالص، لكن الوضع بيحتم علينا إن احنا نتابع الأمور المهمة. الفيديوهات الأخيرة اللي اتكلمت فيها عن الزلازل مضطرين النهاردة كمان نتكلم على الزلازل، لأن الوضع زي ما انتوا عارفين يعني مش طبيعي. بعد كمان الفيديو الأخير اللي لسه عامله من يومين اللي وضحنا فيه ان هم بيتعمدوا يخفوا الحقائق، لكن تقريبا والله أعلم ان الموضوع يعني خرج من ايديهم، وده موضوع فيديو النهاردة اللي هنوريكم فيه حقائق، يعني علشان برضو الناس اللي لسه عندها شوية شكوك تطمن او تتأكد يعني ان كلامنا صح، لان الامر خلاص بقى واقع بالنسبة لهم، واذا كانوا هيخبوا فهيخبوا الزلازل اللي هي الكبيرة قوي، يعني اللي اكبر من 7، يعني زلازل 7 و7.5 دي بقت وضع طبيعي. كمان هنأكد الكلام اللي بفضل الله الحمد لله رب العالمين ان احنا قلناه، او ان انا يعني قلته في القناة، احتمال يكون في تلاعب او نوعية الزلازل بقت يعني غير اللي احنا متعودين عليها واللي اجهزة الرصد للزلازل متعودة عليها، وده بالنسبة لي انا بعتبره نظرية خاصة بي انا، ممكن تكون غلط، لان وضع الزلازل اللي بيحصل دلوقتي وضع عجيب. يعني حتى الزلازل اللي هي زي زلزال الجزائر هنشوف النهاردة برضو زلازل 5 و5.1 خسوفات وتشققات أرضية عجيبة جدا ما بتحصلش في الزلازل اللي هي بقوة 7 أو قوة 8. فنبدأ في الموضوع على طول عشان يعني ما ننتهش من بعض. أول زلزال حصل في أندونيسيا، الزلزال كان بقوة 6 و8. الغريب بقى كمان الزلزال اللي حصل كان نادر. ليه؟ لأنه زلزال مزدوج، الزلزال الكبير بيحصل وبعد كده بتحصل له توابع، دول زلزالين منفصلين الاتنين بقوة 6 و8 او 6 و8 و6 و9، برضو زلازل قوية في نفس الفترة اللي احنا بنتكلم فيها، واحد بقوة 6 و8 جنوب سومطرة في اندونيسيا يوم الاربع. الزلزال ده اخطر في ايه؟ طبعا احنا يعني ما شاء الله بقينا اساتذة كلنا وعرفنا يعني ايه العمق. العمق 10 كيلو في زلزال بقوة 6 و8، اكيد احنا فاهمين خلاص انه زلزال خطير جدا لانه على السطح، فقوته غير اللي بيبقى بعمق مثلا 100 كيلو، القوة بتتضاعف لانه على السطح. هنا في حصل بعض اللخبطة من هيئة المسح الجيولوجي الامريكية. الزلزال الثاني قالوا ان هو بقوة 6 و9، لكن الزلزال كان في البداية بقوة 6 و8 وده على عمق 26 كيلو، برضو العمق خطير يعتبر. الزلزالين دول حصلوا بعد زلزال الفلبين اللي هنتكلم عليه تقريبا في نفس اليوم. يعني في البداية زي ما قلت لكم ان الزلازل اتقال ان هي بقوة 6.5 و6.9، لكن الزلزال اللي هو قالوا عليه 6.5 ده كان زلزال قوي جدا، لكن تحذير تسونامي قالوا انه مش هيحصل تسونامي، مع ان الزلزال زلزال قوي يعني، لكن الزلازل دي منفصلة يعني ده مش تابع ليه. فباختصار زلزال اندونيسيا، المكان متعود على الزلازل، لكن الزلزالين زلازل قوية منفردة كل زلزال لوحده، ودي يقال ان هي حالة نادرة الحدوث في نفس الوقت وحالة تعتبر شبه مدمرة، زائد ان العمق بتاعهم كان قليل. هنا كمان ده تقرير بيقول ان حزام النار ناشط للغاية، يعني حزام النار اللي احنا عارفينه اللي بيحصل فيه زلازل كتير وزلازل قوية، المفترض انه الفترة دي ناشط جدا. 3 زلازل بقوة تزيد عن 6.5 زائد انفجار بركاني في 24 ساعة، الكلام ده كله حصل في 24 ساعة. الزلزال اللي كان بقوة 6 و9 مات نتيجته شخص واحد و24 اصابة، ده كان في الفلبين الكلام ده. بعد ساعة واحدة تم تسجيل انفجار ضخم جدا في بركان تال في الفلبين، وبعدين تم تسجيل الزلزالين اللي اتكلمنا عليهم، الزلازل اللي هي القوية، في 5 دقائق. الاولاني كان قوته 6 و8، وبعد كام دقيقة على طول تم تسجيل الزلزال الثاني بقوة 6 و9. ندخل بقى على اهم حاجة في حلقة النهاردة، او تقريبا الزلزال اللي انا نويت اعمل بسببه الفيديو ده واضطريت ان انا اعمله، اللي هو زلزال امريكا اللي كان في كاليفورنيا. هنا بيقول خبر تحذير من صدع سان اندرياس ناشط للغاية. طبعا انتوا عارفين ان الزلزال ده اللي هم عملوا عليه افلام انه هيكون سبب في غرق امريكا. الهزة الارضية او الزلزالين اللي حصلوا في باجا في كاليفورنيا، الزلزال كان بقوة 5.1 وعمق 0.5 كيلو، زي ما انتوا شايفين كده تقريبا 0.5 كيلو، ده كان يوم 17/8، وبعد زلزال على طول بقوة 5.1 برضو وعمق 17 كيلو في كاليفورنيا برضو نفس المكان،
يوم 17 8 برضو، يعني هنا العمق كان نص كيلو، هنا العمق كان 17 كيلو. لكن يعتبر زلزال زي ما احنا شرحنا الزلازل قبل كده مش قوي، يعني زلزال عادي. هنا الخبر بيقول ان في سرب من الزلازل بيزيد من احتمال وقوع زلزال كبير في كاليفورنيا، لان يعني ابلغوا عن زلزال بقوة 4.6 درجة وسرب زلزالي تاني تحت البحر في كاليفورنيا برضو، وعشرات الزلازل الطفيفة اللي هي من 2 لـ 4.6. ده مكان مركز سرب الزلازل اللي كان على بعد حوالي 8 اميال من الطرف الجنوبي لصادع سان اندرياس اللي هو المرعب، اللي هم بينتظروا منه زلزال يغرق أمريكا كلها. التقرير يا جماعة بيقول ان أسراب الزلازل دي مش عادية، يعني مخيفة جدا، لان اللي حصل ده حصل قبل كده في 2001 و2009 و2016، فالموضوع المرة دي برضو قوي جدا وموضوع نادر. ويقال ان في فرصة يمكن حوالي 20% لحدوث زلازل اكبر بين 5.5 و6.9، ونسبة 1% بس لحدوث زلزال بقوة 7. لكن الكلام ده يعني طبعا خارج حساباتنا، انا بنقل لكم كلامهم، لكن الكلام ده يعني في علم الله سبحانه وتعالى، وغالبا كلامهم كله بيطلع غلط. يعني الكلام ده يا جماعة احنا بنقوله غلط ليه؟ لان التقرير ده كان 10.8 و12.8، وده طبعا زي ما انتم شايفين بيأكد ان كلامهم بيطلع غلط في الاخر، لانه المشكلة اللي حصلت في مرصد الزلازل فضحت قوة الزلازل اللي حصلت. وزلزال النهاردة اللي هو 5.1 اللي احنا بنتكلم عليه اللي حصل يوم 17، استحالة طبعا يكون الشكل اللي انتم هتشوفوه او الصورة اللي انتم شايفينها دلوقتي تكون زلزال بقوة 5.1 ابدا. يعني دي صورة لشق في الارض اهو زي ما انتم شايفين، يعني ده يعتبر بسيط شوية. يعني لو قلنا مثلا 5.1 ده بسيط مفيش مشكلة، لكن نشوف ده مثلا شكله عامل ازاي. ده استحالة يكون زلزال 5، يعني ده زلزال 7.8 اللي يعمل المنظر ده. دي صورة كمان زي ما انتم شايفين، ده زلزال بقوة 5 أو 6 أو 7 حتى، لا استحالة يعني. فده اللي احنا بنقول عليه، يا اما في تلاعب في او تغيير في بيانات مرصد الزلازل، يا اما دي زلازل نوعية جديدة المرصد بيكتشفها كده، لكن هي تأثيرها اقوى بكتير. فالاحتمالين دول موجودين معانا، عشان كده بنقول ان في تأثير غير طبيعي على الاوضاع اللي بتحصل دلوقتي، والتأثير ده احنا بننسبه للنجم ذو الذنب، اللي طبعا هنأكد في الحلقات اللي جاية ان هو السبب بكلامهم هم، لان زي ما بقول لكم الفترة الاخيرة دي الامور بدأت تخرج عن السيطرة، فهم مش هيقدروا يخبوا اكتر من كده. قالوا في التقرير من اللي هو بتاريخ 10.8 و12.8 نسبة 80% استمرار الزلازل، لكن هتنخفض ومش هتتجاوز قوتها 5.4، وان في فرصة بنسبة 19% لحدوث زلازل اكبر بين 5.5 أو 6.9، والسيناريو الاقل احتمالية فرصة 1% لحدوث زلزال بقوة 7 درجات او اكتر. وطبعا كلامهم كله طلع غلط، والحقيقة يعني ظهرت عن طريق مراصد الزلازل اللي هم حاولوا يخبوها، لكن بدأت تظهر تاني دلوقتي غصب عنهم، وصعب قوي ان هم يعني يخبوا اكتر من كده. يعني الفيديو هنا بيوضح الصدع اللي في سان اندرياس، طبعا اللي هم يعني بيتكلموا عليه على طول، بيقولوا انهم يعني خايفين من حدوث زلزال كبير بسبب ظهور نبع ماء حار باتجاه صدع سان اندرياس، ده بتاريخ 7/7 في كاليفورنيا، او زلزال يعني ضخم، يعني ليه عواقب وخيمة زي ما هم بيقولوا. فاللي انا عايز اوصله النهاردة بالذات قبل يعني قبل ما اكمل بقية الزلازل، ان استحالة الخسوفات دي اللي انتوا شايفينها زي يعني قريبة جدا من موضوع الجزائر، لكن اقصد يعني قريبة في اختلاف قوة الزلزال، يعني التاني ما كانش 5 ولا ده كان 5 خالص، يعني زلزال الجزائر قالوا 4.9 وده بيقولوا 5.1، فاستحالة الكلام ده يكون نتيجة زلزال بقوة 5.1. في هنا بقى زلزال بتاريخ 8.8، يعني ده كنا ناسينه لكن هنرفقه النهاردة معانا، بقوة 4.8، زلزال بقوة 4.8، نفس اللعبة برضو، ده بتاريخ 8.8.2020 في بورتوريكو. 4.8 يعني يعتبر أقل كمان من زلزال الجزائر، وكان بنفس التاريخ على فكرة، لكن زي ما انتم شايفين الأثار بتاعته عاملة ازاي، مش 4.8 خالص، يعني مش هزة أرضية دي، ده زلزال قوي جدا. دي كام صورة بس قدرنا نجيبهم نتيجة زلزال بورتوريكو اللي كان بقوة 4.8، ده على حد كلامهم. يعني نرجع بقى لزلزال
الفلبين كان بقوة 6.9 وعمق 10 كيلو، برضو كان بتاريخ 18/8 مع الزلزالين بتوع اندونيسيا، والزلزال كان بقوة 6.6 في الاول، وبعد كده يعني ظهر ان هو بقوة 6.9، ودي التقديرات الأولية. بعد كده يعني اكتشفوا زي ما أقول لكم ان هو بقوة 6.9 وعمق 10 كيلو بس، طبعا ده يعني تحت قاع المحيط، لكن ده اتسبب في قتيل وعشرات الجرحى زي ما قلنا قبل كده. وطبعا حصل قلق حوالين 4 براكين هناك قريبين من الزلزال، ورفعوا حالة التأهب بالقرب من البراكين دي. ده غير ان هو يعني زلزال الفلبين ده حصل بعديه 24 هزة ارتدادية، كانت اقوى واحدة فيهم بقوة 3.8. ودي برضو صور لزلزال الفلبين زي ما انتم شايفين. طبعا الظاهر ان زي ما بقول لكم الزلازل الفترة الاخيرة دي قوتها يعني متركزة قوي في موضوع الخسوفات، وده اللي يخوف اكتر زي ما بقول لكم ان هيكون سبب العلامات اللي هي الثلاث خسوفات، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب بسبب البراكين والزلازل، والله اعلم، او ربما تكون يعني جاية لوحدها، لكن احنا بنقول ان هي احتمال تكون ده سببها. يعني زي ما انتم شايفين التشققات الارضية شكلها عامل ازاي، دي الصور برضو هنا يعني شكلها غريب شوية، هنا برضو بيوت مهدومة، هنا داخل البيوت، هنا الاعمدة الكهربائية، هنا برضو داخل البيوت او خارج البيوت، هنا بيوت مهدومة تاني. لكن هو زلزال قوي، ده وضع طبيعي بالنسبة له لما يكون مقرب على 7، فده وضع يعني طبيعي بالنسبة له. دي الصور اللي من زلزال الفلبين، طبعا الصور واضحة ان هي قوته التدميرية عالية جدا، وده فيديو يعني ظريف شوية لكن حبينا ندمجه. يعني هذه الناس اللي يعني انت ممكن تكون بتعمل حاجة معصية او حاجة ملهاش اي لازمة فيحصل الزلزال مرة واحدة، فخلي بالك يعني. زي ما قلنا ان هم رفعوا حالة التأهب في لما حصل الزلزال ده في 4 براكين، وفعلا ال4 براكين انفجروا يوم الزلزال يعني، ودي الصور بتاعتهم. وكان منهم بركان تال في الفلبين، ده كان متوقف عن النشاط لمدة 7 شهور وانفجر يوم الزلزال. فزي ما بنقول ان ممكن يكون في ارتباط ما بين الزلزال والبركان، او العكس يعني، ممكن يكون البركان يتسبب في زلزال قوي جدا او العكس. ده فيديو برضو من زلزال الفلبين زي ما انتم شايفين التأثير بتاعه، وهنا المرصد بيقول ادي 6.6 وهنا بقوة 6.6 برضو، اللي قالوا بعد كده ان هو بقوة 6.9 وكان بيان رسمي يعني، لكن البرنامج شايفه 6.6 زي ما انتم شايفين، فده برضو يقول ان في اخطاء في ممكن تكون متعمدة زي ما احنا بنقول في برامج او في مراصد قياس الزلازل يعني. طيب نسيب الفلبين ونروح كمان على ألاسكا، زلازل مش بتتوقف في ألاسكا، قوة 5.7 عمق برضو صغير، عمق 10 كيلو، فدي الزلازل في ألاسكا برضو لا تتوقف من بداية الزلزال الكبير يعني، لكن دي زلازل مش توابع لي وكلها برضو كبيرة يعني 5.7 5.6 داخلة على 6، ده إذا ما كانش فيه تلاعب يعني. هنا كمان في ناس عملت الفي بي ان وعملت حاجة كده عشان تدخل على برامج الرصد. هنا الزلزال بتاع اندونيسيا بقوة 6.6 ده قبل فتح الحظر، بعد الحظر بقى بعد فتح الحظر البرنامج الفي بي ان طلع نفس الزلزال بقوة 7، اللي هم قالوا بقوة 6.6، فعشان تبقوا عارفين ان في تعمد ظاهر جدا في موضوع يعني قوة الزلازل. هنا برضو في تلاعب زي ما انتم شايفين، نفس الزلزال في البحر المتوسط كان بقوة 4.4 وبعد كده بقى بقوة 5.5 في نفس البرنامج، لكن حصل تعديل يعني بعدها على طول، بقوة 4.4 بقى بقوة 5.5، ده التلاعب اللي في الزلازل بقى بيحصل دلوقتي، لكن هو ما هوش غلطة ولا حاجة زي ما هم قالوا يعني. فانت كمان في ايدك تشغل برنامج الفي بي ان وتشوف البرامج الزلازل وتعرف بنفسك التعديل اللي بيحصل والتلاعب اللي بيحصل دلوقتي عشان برضو تطمن، لكن الامور باينة قدامنا زي ما احنا شايفين زي ما وضحناها. لو قلنا سبب واحد من كل اللي احنا بنقوله ان دي مش شكل زلازل بنفس القوة، احنا يعني ناس عايشين في الدنيا وعارفين الزلازل اللي بالشكل ده اللي تعمل صدع في الارض بالمنظر ده وتقسم الارض نصين الامتار وتنزل بالعمق امتار، استحالة تكون زلازل بقوة 5 ولا 6 ولا 7 حتى، دي تتخطى 7 درجات والله أعلم. وبكده ننهي فيديو اليوم على خير إن شاء الله، ما تنسوش كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.